الو غزينة طموح 21 سنة، مواليد مدينة خريبكة، تقني متخصصة في التجارة، وحاليا كنقرا التمريض. الو زينة طموح ماشي سميتي بالضبط، سميتي زينب، ونظرا لان البدايات مني بغيت ندير قناة في اليوتيوب وانني ندوي على المشاكل الصحية وكيفاش كيعانيو منها الناس، دونك كان رفض كبير من طرف العائلة. داكشي علاش كانت عندي دعم واحد اللي هو امي وعطاتني هاد السميه. الوغ زينه والزواج دابا كنظن مازال الحال، نظرا لانني ما كنفكرش في الموضوع يعني بجديه، وفوالا هادشي اللي كاين. كنت تواصل من بعد شفت اخصائي واحد اخر وشافوا معايا الناس وديت معايا الناس كاين امل وهكايا. من بعد يعني ما بانت زينة طموح اكثر في وسائل الاعلام، عاود اتصل بالاخصائي الاول اللي كنت دويت معاه وقال لي بالله غادي يكون واحد المتخصص في الخدع السينمائيه، وبشراكه معاه غادي يقدروا يديروا لي واحد العين اللي بالسيليكون وغادي تغطي يعني شنو هو هذاك، غتغطي العيب اللي كاين يعني في العين الاخرى. دونك على هذاك الاساس مشيت وديت معايا الناس فلوق وشافوك غادي تكون واحد الامل وهكا. هي فرصه ان بزاف ديال الناس يعرفوا بلي كاين هاد التقنيه جديده في المغرب، اي عضو ناقص ممكن يتصلح او لا يتقاد بسيليكون. دونك مشيت ومن بعد ما كملت الله كانوا بعض الحوايج اللي ما عجبونيش في العلاقه، يعني ما بقاتش واضحه بزاف، واللي خلاني نبعد على هذا القرار هذا هو انني فعلا من بعد ما بنت كزينة طموح للناس بشكلي كله بعيني كيف ما هي، دونك تقبلوني كيف ما انا. دونك كنقول بالله هذاك الجلده اللي غادي ندير على عيني ماشي هي اللي غادي تخلق لي السعاده. زينة طموح بحال هكايا قويه وبحال هكايا زوينه تقريبا، نقدر نقول بالله هاد ماشي اعاقه، ما كنسميهاش اعاقه، دونك كان ليها فضل كبير انني نكون قويه، وفضل اكبر عاوتاني الكتب اللي كنت كنقرا، فضل اخر هو الفضل الله سبحانه وتعالى يعني لانني في هاد الحاله. اول حاجه اي واحد تواصل مع زينة طموح وبغاها كيف ما هي وحبها كنبغي نقول لهم شكرا 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 بزاف، شكرا ما كيكفيش في حقكم. هذا الشيء كنلمسوا من خلال تواجدي بعدة مدن والحب اللي كيعطيو لي الناس بزاف بزاف بزاف. كل شيء كيعرف زينة طموح وكل شيء كيبغيها ويحترمها.